إذن بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأخ رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني الأحرار، أخ أمين عام لحزب أسرى المعاصرة، الحادث حاضر المستقبل، رئيس مجلس النواب، أخ رئيس مجلس المستشارين، سيدات والسادة قيادي أحزاب الأغلبية، سيدات والسادة برلماني أحزاب الأغلبية، والسادة رؤساء فرق برلمانية، حضرات السيدات والسادة، نلتقي اليوم في مناسبة أخرى من مناسبات تواصل الأسسي والتفاعل بين مكونات أحزابنا، تطبيقا لروح التزام ديال الميثاق ديال الأغلبية والاتجاه مع البرنامج الحكومي. في الواقع كما جاء في تدخل سيد رئيس الحكومة، هذا اللقاء تيجي في واحد الظرف خاص، ظرف استثنائي مؤسساتي دولي كذلك استاذ مسعود، وكذلك سياق سياسي يحمل العديد من المكتسبات، العديد من الطموحات، والعديد من الإنجازات اللي حققتها الحكومة، ولكن في نفس الوقت عندنا العديد كذلك من الصعوبات، من الإكراهات، من التحديات اللي هي تطلب منا أننا نتعبوا جميع باش يمكننا نواجهها، وفي نفس الوقت أننا نرفعوا كل هذه التحديات. وفي الواقع هذه الحكومة واجهت العديد منا، ومنذ البداية ديال هذه الحكومات واجهتنا عدة محطات اللي هي في الواقع ما كانش سهلة، واللي هي لحظات اللي كانت دقيقة، ولكن الحمد لله واجهناها وتصدينا لها بتضافر الجهود كل مكوناتها، وبقناعة راسخة لدينا جميع، وهو قوتنا في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا. الأغلبية الحكومية واجهت هذه المحطات الصعبة يدا في اليد، واستطاعت خلال أن نتجاوزها من خلال انتقال من مقاربة اللي كانت مبنية أساسا على الآلية وإطفاء الأزمات، كانت الحكومة بحال رجال الإطفاء، واعتمدنا واحد رؤية مستقبلية تقوم على تدخل فوري وفعال، على استباقية تنكد على البعد الاستباقية، وعلى كذلك البعد الاستراتيجي السياسة اللي تمنوها على أرض الواقع، مع طبعا أخذ بعين الاعتبار ضرورة تدبير المخاطر، وعشنا عدة أمور في هذا الاتجاه. وكما تعلمون فعشنا أولا حرب ديال أوكرانيا وارتفاعات مهولة بالنسبة للعديد من المواد الأساسية اللي هي بالطبع كان عندها واحد الوقت على بلادنا، راه ما كانش سهل للحكومة أنها تقرر أنها ترفع المقاسة من 16 مليار درهم إلى 40 مليار درهم اللي وصلت عليها خلالها في سنة 2022. هذا لم يكن سهل، وتقرر أنه ما يتزادش في هذه المواد الأساسية المدعمة، بل أكثر من ذلك أنها دعمنا بعض المواد اللي ما كانش مدعمة، ومن بينها وانتم عارفين انه القضيه ديال الحبوب باش ما يتزادش الخبز، وزدنا كذلك انه وقع الدعم كذلك ديال النقل باش اننا نقللوا من ارتفاع ديال اللي كانت بالنسبه لنقل البضائع ونقل المسافرين الى اخره من هذه الامور. وكذلك بحال اللي قال السيد رئيس الحكومه انه كذلك دخلنا باش ان ثمن الكهرباء ما يرتفعش، اللي كان المفروض يرتفع اكثر من 60% على المواطنات والمواطنين، النتيجه انه الفحم عارف ارتفاع لثلاثه مرات، وهذا بالطبع كان عنده وقع على كلفه الانتاج.
إذن واجهنا الأمر، صحيح أنه وقع ارتفاع ديال التدخل، صحيح أن كان ارتفاع ديال المواد الفلاحية واللي كان عندها وقع، ولكن لولا التدخل ديال الحكومة لكان ارتفاع أكثر بكثير مما كان عليه، وهذا إنجاز تحقق وهذا يمكن نفتخر به كعمل حكومي اللي أدى الواجب ديالو، لأن الهدف ديالنا وهو مصلحة المواطن وهو الدفاع عن القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين. بهذه الروح الجماعية والتضامنية بين مكونات الحكومة واجهنا كذلك الجفاف، وكانت استباقية لأن غير وصلنا أول شيء أنه ابتداء منذ جانبير دار اتفاقيات مع الجهات ومع الأحواض المائية اللي كان فيها إشكالية ديال الجفاف وكان غيكون فيها إشكالية ديال الجفاف، وفي نفس الوقت كذلك درنا استباقية لأن حسينا بأن المشكل الجفاف كان يمكن يستمر واستمر مع الأسف سنة 2023، وبالتالي دار الربط ما بين الأحواض المائية اللي هو برنامج مخطط ملكي باش نكونوا واضحين في هذا الإطار. اشتغلنا نجمير كحكومة متراصة كلشي دخل باش أننا ننجحوا في هذا الإطار، والأخ رئيس الحكومة لعب دور أساسي كذلك في هذا المجال باش أنه تكون الإمكانيات المادية الضرورية، وأننا غيرنا المقاربة وجينا بواحد الفكرة لأن هذا الربط المائي كان مفروض ينطلق من الشمال باش عاد يوصل إلى سد المسيرة حسب استراتيجية ديال 2009، ولكن اعتبرنا بأن الظرفية كانت تقتضي أننا نبداو مباشرة مع هذا الربط اللي درنا ما بين السبو وأبي القرى، بل أكثر من ذلك وهو أن الداخلية كانت لعبت واحد الدور مهم، لأن كان المشكل ديال التلوث ديال المرجان فصل الزيتون بالنسبة للسبو، الناس فاس عارفين علاش تنتكلم، وهذا كذلك دار باش أنه دار واحد العمل ليمكننا أننا نتجاوزوا هذه الإشكالية وتحقق هذا الأمر باش يمكننا نضمنوا ماء سهل الشرب بالنسبة ل 12 مليون ديال المواطنات والمواطنين اللي عايشين ما بين الرباط والدار البيضاء، وهذا كذلك إنجاز دار في وقت قياسي، والحمد لله أن هذه الحكومة بأغلبيتها أنها لعبت دور مهم في هذا الإطار. كذلك أننا خصنا نتكلموا وأنه جاء كذلك الزلزال ديال الحوش وجات الملك قائد بشخصيا المبادرات الضرورية اللي نزلتها هذه الحكومة، وقع واحد تسريع ديال الوتيرة ديال العمل باش يمكننا نضربوا الإشكاليات اللي كانت مطروحة بقدر المواطنين المتضررين، تعطى الإمدادات المالية الضرورية في وقتها، دار كذلك العملية اللي انطلقت ديال تأهيل وإعادة البناء، وهذا معلوم كذلك عمل اللي هو ما كانش سهل واللي هو طلب إمكانيات مادية ديال التبعية ديالها، وجهة الملك بغى أنها يمشيو أكثر من ذلك وهو أن يكون هنالك برنامج تنموي لكل الأقاليم، ماشي فقط الجماعات اللي تضررت، بل كل هذه الأقاليم أنه باش تكون تنمية حقيقية مندمجة، ودار تصور إن شاء الله جهة الملك غيوصلوا باش أنه يقرروا باش أنه يطبق على أرض الواقع، هذا كذلك عمل ضروري أننا ماشي فقط أننا نقوم بذلك، ولكن اللي أساسي وهو نواكب العملية ديال تطبيق ذلك باش أن تكون اليقظة تامة وباش أن المواطنين أنهم يستافدوا في أقرب وقت ممكن ويكون البناء في المستوى العالي اللي هو تتجاوز هذه الإشكالية ديال الزلزال باش أنه سكن ثم تكون الاستدامة ديالو، وفي الوقت كذلك تنطلق العملية ديال الطرق اللي هي مهمة. وبحال اللي جاب التدخل ديال السيدة رئيس الحكومة وهو أننا كذلك تنفتخر أن هذه الحكومة هي اللي تطبق البرنامج ديال الحماية الاجتماعية اللي هو تشكل ثورة اجتماعية، بل ثورة ملك والشعب جديدة بالنسبة لبلادنا، والحمد لله انطلقنا في تعميم الحماية التغطية الصحية، ودابا دزنا المرحلة الثانية ديال الدعم المباشر بحال اللي قال السيد رئيس الحكومة، وهذا في حد ذاته كذلك إنجاز كبير، وهذا كذلك يطلب منا اليقظة باش أننا نتيقنوا بأن اللي تيخصو يستافد هو اللي غيستافد، وهذا هو التطور الأساسي، لأن المقاربة غيرنا من دعم اللي هو كان عام إلى دعم اللي تيمشي المواطنات والمواطنين والأسر اللي تيخصها تستافد من هذا الدعم، زيادة على إصلاحات اللي هي أن هذه الأغلبية الحكومية جات بواحد البرنامج مهم، ولكن نهضرو بكل صراحة وهو أننا ما عندناش الحق نمشيو،
حنا الدور ديالنا وهو ننجحوا في تحقيق التغيير الحقيقي اللي بغاو المغاربه اللي صوتوا علينا. وبالتالي حنا ضروري اننا نعملوا باش اننا نضبطوا هذه الامور ونقوموا بالاصلاحات الكبرى، لان الاصلاحات الكبرى هي اساسيه. تكلمنا على الاصلاح ديال الصحه اللي هو انطلق، وكاين الاصلاح ديال التعليم اللي الاخ رئيس الحكومه كذلك وضع فيه تكلم فيه الكثير. انا اللي باغي نقول في هذا المجال وهو ثلاثه ديال النقاط بالنسبه للجانب ديال التعليم. النقطه الاولى وهو ان هذا الاصلاح انطلق، ومدارس الرياضه بينات انها اعطت نتائج مهمه، وبالتالي اليوم ما يمكنش نعطلوا هذا الاصلاح، ضروري انه يتحقق على ارض الواقع. ثانيا انه كذلك عندنا ضروره ان طبعا ندافعوا على المدرسه العموميه، هذا هو الهدف ديالنا. والمدرسه العموميه وهو اننا نحققوا الجوده، لان ما نساوش بانه اليوم راه عندنا واحد النسبه كبيره ديال المغاربه ولاد المغاربه تيمشيو للمدرسه العموميه. نا القطاع الخاص صحيح كاين كثر في المدن، ولكن ملي تنشوفوا عموما باقيين ما وصلنا ل 20% ديال الاطفال اللي تقراو في القطاع الخاص. وابتداء تنتكلموا مع غالبيه المغاربه هما اللي ولادهم في المدارس العموميه، وبالتالي ولادنا تي ضروري اننا نعملوا جاهدين باش اننا نطوروا الجوده ديال المدرسه العموميه ونقويوا هذه المدرسه العموميه بالنسبه لبلادنا. وبالتالي مصلحه التلاميذ اساسيه تكون هي الاساس. علاش؟ لانه باش نكونوا واضحين، الدعم المباشر اللي غيتعطى الدعم الاجتماعي لهذا المشروع المدرسي الكبير راه مهم جدا. وبالتالي غيتعطى 500 درهم لكل اسره على الاقل فقيره او مهوزه. ولكن اللي مهم كذلك زياده هذا الامر، لان هذا غيساعد باش يحسنوا اطفال يمشيو للمدارس، فتيات تمشي للمدارس، انه داروا التطبيق الى اخره. هذا علاش غيساعد هذا الامر، ويحسنوا كذلك التغذيه ديال الاطفال الى اخره. هاد الاطفال ديالنا بغيناهم انهم يكون عندهم كذلك مستقبل في المستوى. هذا المستقبل في المستوى راه ضروري من محددات ديال الارتقاء الاجتماعي، اي انه باش ولاد الفقراء ما يكونوش فقراء ضروري من تعليم في المستوى العالي، وضروري من صحه في المستوى العالي، خصوصا في الارياف والعالم القروي في الجبال. ولذلك انه هذا تجاهل انه هذا الاصلاح ضروري نمشيو فيه، وهذا الاصلاح ما يمكنوش يكون بدون خيرات. بدون انخراط الاساتذه والمعلمين فهذا الاصلاح الاساسي. هذا هو حتى بالنسبه للتجربه الاوليه اللي دارت ديال مدارس الرياضه. الرياضه فهي كان انخراط ديال المعلمين المعلمين اللي تنتكلموا على السلك الابتدائي، ودار مع ايميتي باش نعرفوا بان النتائج ماشي نتائج ديال الوزاره، هذه نتائج دارتها دوليه باش اننا نتاكدوا بان النتائج اللي خرجت فهي نتائج حقيقيه على ارض الواقع. وبالتالي هنا ضروري اننا نعملوا جاهدين على اساس اننا نتجاوزوا طبعا هذه الاشكاليه اللي هي مطروحه. السيد رئيس الحكومه اكد انه بالطبع الحوار مفتوح، والحوار هادف مع النقابات الاكثر تمثيليه، وتنأكد بان الاتفاق ما يمكن يكون الا مع النقابات الاكثر تمثيليه، لان احنا خصنا نقويو النقابات ماشي نضعفوا النقابات. وهذا الامر تجعل انه من الضروري ان نصل الى واحد الامر اللي هو مهم من خلال لجنه اللي دار السيد رئيس الحكومه، والسيد رئيس الحكومه اللي غيشرف لذلك، وعلى الثقه كامله في السيد رئيس الحكومه باش اننا نوصل الحلول، انه في هذا المجال من ضروري ان نتجاوز بالطبع هذه الاشكاليه
وأن نستحضر مصلحة بلادنا ومصلحة المدرسة العمومية ومصلحة التلاميذ، وأن نعمل جميعا من أجل الحوار في هذا الإطار اللي هو ترتيب حوار مسؤول. ونرجع لهذه النقطة، حوار مسؤول، لأن ما يمكنش بالبسمة ماشي مفتوحة. حنا اليوم تنشوفوا اللي هو ممكن، لأن راه الحكومة راهي تخصها تضبط التشغيل من خلال الاستثمارات العمومية الكبرى، تخصها تقوم بالدعم المباشر اللي هو تخص كذلك التأمين ديال الحماية الاجتماعية، وبالتالي فالهدف الأساسي وهو أن نصل إلى المبتغى في هذا الإطار. وبغيت كذلك نقول بأن بالطبع هذا يطلب منا أننا نشتغل كفريق واحد على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الأحزاب ديال الأغلبية ومع النواب البرلمانيين المستشارين البرلمانيين اللي تنسهم كذلك لعبوا دور كذلك في أولا وصلوا الرسالة ما تحقق، لأن كاين مكتسبات مهمة وكاين أمور اللي تخصها تحسن باش يمكننا نطوروا، وتخص كذلك مقاربة شمولية أي تدابير مواكبة اللي غتساعد على الوصول إلى هذا الحل. وكيف سيد رئيس الحكومة ضروري كذلك أننا وراه تكلمنا في الموضوع في إطار الأغلبية أننا من ضروري أن نعمل كذلك من أجل تطوير وتحسين ظروف العيش ديال الطبقة الوسطى. والطبقة الوسطى أساسية لأنه هو الأساس ديال البلاد باش تكون التنمية الحقيقية، وأنه هذا الأمر خصنا نطلقوا فيه في إطار الحوار الاجتماعي. ومعلوم الأساتذة المعلمين راهو ما غيستافدوا كذلك من هذا الإطار، وسيد رئيس الحكومة فهو في إطار الحوار الاجتماعي أكد بأن الحوار الاجتماعي غينطلق إن شاء الله على هذا الموضوع ابتداء من السنة المقبلة باش 2025-2026 تكون تدابير لازمة، من بين بالطبع مراجعة الضريبة على الضغط بحد ذات، مراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات في إطار الاستراتيجية ديال الإصلاح الجبهي، أن الضريبة على القيمة الضريبة على الضغط أن كذلك يتم تقليص الضغط الجبهي على الطبقة المتوسطة، باش كل واحد كذلك يستفد من هذا العمل الحكومي اللي هو مهم جدا في هذا الإطار. وأخيرا بغيت كذلك سيد رئيس الحكومة والسادة البرلمانيات والسيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيين، بغيت كذلك نقول بأنه احنا كذلك تنعتبروا بأن الدور اللي تلعبوا البرلمانيين ديال الأغلبية دور أساسي، وأنهم كذلك تساعدنا في تسريع وتيرة التشريع، وأننا كذلك خصنا نفتحوا كذلك فضاء باش أن هاد البرلمانيات والبرلمانيين اللي تدعموا العمل الحكومي أنهم كذلك نساعدهم باش أنهم يقوموا بالتعديلات اللازمة، وبالتالي يكون واحد حوار قبلي مع الوزراء المعنيين بهذه المشاريع القوانين مع الأغلبية الحكومة بحال اللي تدار بالنسبة للقانون المالية، مشروع قانون المالية، باش أنه يكون كذلك قيمة مضافة وتكون مساهمة في التشريع ديال البرلمانيين ديال الأغلبية زيادة على المقترحات القوانين. اللي بغيت نقول هو أنه بقى واحد التطور مهم في هذا الإطار، وحنا تخصنا وحنا كاين إرادة قوية ديال الحكومة أننا نزيدوا أكثر باش أنه المقترحات القوانين تلقى كذلك صدى إيجابي وكذلك تكون المصادقة عليها من طرف الحكومة. وأخيرا بغيت نختم بالكلمة اللي بديت بها، قوتنا في وحدتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.